بسم الله الرحمن الرحيم، معكم زميلكم صهيب الشبطات. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نشرح Types of Chemical Reactions، أنواع التفاعلات الكيميائية. التفاعلات الكيميائية بشكل عام تقسم إلى ثلاث أنواع: 1. Precipitation Reaction أو تفاعلات الترسيب، 2. Acid Base Reaction تفاعلات الحموض والقواعد، 3. Oxidation Reduction Reaction تفاعلات التأكسد والاختزال. تفاعلات الترسيب اللي هي أول نوع، اللي بيصير فيها تفاعل مادتين اللي ينتج عنها مادة ثالثة بتكون لي راسب، يعني بتنتج عنها مادة سوليد فبتترسب في قاع أنبوب الاختبار يعني وبتكون لي راسب. فهي عبارة عن mixing solution of two ionic substances، أنا بخلط two ionic substances وبيطلع عندي مادة إيش؟ solid ionic substance اللي بده يطلع عندي precipitate ويترسب في قاع أنبوب الاختبار. تفاعلات الحموض والقواعد واللي بتتضمن تفاعل الحمض مع القاعدة، واللي بيصير في هذا التفاعل هو انتقال البروتون بين المتفاعلات، ننتقل من الحمض الى القاعده. الاكسيديشن ريدكشن رياكشن اللي هي بنتقل فيها ايش؟ الالكترونات بين المواد المتفاعله، بصير فيها انتقال للالكترونات. راح نحكي هسه عن كل نوع بالتفصيل. نبدا بالبريسيبيتيشن رياكشن او تفاعلات الترسيب. قلنا البريسيبيتيت، تعريف البريسيبيتيت او اللي هو الراسب، اللي هي انسوليبل solid compound formed during the chemical reaction. المادة اللي هي غير ذائبة، insoluble solid compound اللي بتنتج عن طريق تفاعل كيميائي معين. واحنا تعلمنا في الفيديو الماضي كيف نحدد اذا المادة soluble ولا insoluble، وتعرفنا على solubility rules، الان راح نطبقهم في هذا الفيديو. بقول لك the product that is insoluble is the one that forms the precipitate. من النواتج عندي المركب اللي بيكون insoluble حسب لما اطبق عليه قواعد solubility rules، يعني ال insoluble هو اللي بيعمل لي هذا البريسيبيتيت، هذا الراسب يعني. ال precipitation reaction لما تطلع عليها generally، لما تطلع على المعادله هون بتحس انها بتشبه او يعني بتمثل لك زي كانه صار في تفاعل استبدال هون، صار في تبديل يعني بين المتفاعلات، بس يعني MgCl2 مع AgNO3 طلع عندي AgCl، زي كأنه الـ Ag أخذت Cl من الـ Mg، و Mg NO3 زي كأنه الـ Mg أخذت الـ NO3 من الـ Ag، زي كأنهم بدلوا يعني مع بعض. فعشان هيك هذول بنسميهن metathesis reaction، أو يعني زي كأنهن تفاعلات الاستبدال، تشبه تفاعل الاستبدال، بصير في عندي استبدال بين المتفاعلات. عشان أعرف مين هو الـ precipitate بدي أطبق الـ solubility rules بالطريقة اللي تعلمناها في الفيديو الماضي، عن طريق إني أطلع الأيونيك إيكويجن والنت أيونيك إيكويجن. MgCl أيونيك كومباوند بتفكك لـ Mg plus 2 و 2Cl minus. AgNO3 نفس الشيء أيونيك كومباوند 2Ag plus 2NO3 minus بينتج عنه 2AgCl. Cl قلنا soluble باستثناء لما تكون مع Ag و Hg والـ Bb، هون مع الـ Ag معناها بتضل solid صلبة، يعني هي اللي راح تترسب عندي. الـ MgNO3 برضه it's a ionic compound، والـ NO3 أساساً soluble مين ما كان اللي معاها زي ما حكينا، فـ Mg plus 2 و 2NO3 minus. ولما بدي أطلع النت ionic equation بس بشيل الـ NO3 minus وبشيل الـ Mg plus 2، بيطلع عندي إنه الـ Ag plus مع الـ Cl minus لما أقسم على 2 طبعاً، بيطلع عندي الـ AgCl اللي هو السوليد الراسب أو الـ precipitate اللي تكون عندي في هذا التفاعل. فدايماً لازم أخلي ببالي الـ solubility rules. شوف الأمثلة هون، يقول لك for each of the following decide whether a precipitation reaction occurs or not. بدي أشوف إذا هل راح يصير تفاعل ترسيب ولا لا. كيف؟ بدي أطلع الـ net ionic equation وأطلع الـ برضو عن الـ complete ionic equation وأعرف إذا راح يتكون عندي precipitate ولا لا عن طريق الـ solubility rules. أول تفاعل عندي هو الـ NaCl زائد FeNO3 by 2، بيطلع عندي NaNO3 زائد FeCl2. فأول شيء لازم أعمله طبعا إني أعمل balancing للإيكويجن، وإحنا حكينا في الفيديوهات اللي قبل ما بتعامل مع أي معادلة كيميائية قبل لأوازنها. في حال أعطاني إياها موازنة فبها ونعم، بس ما أعطاني إياها بدي أنا أوازن. فلما أوازن المعادلة بتطلع 2NaCl زائد FeNO3 by 2 2NaNO3 زائد FeCl2. طلع عليها بشكل عام بتحسها زي كأنه صار تفاعل استبدال، الـ Fe أخذت الـ Cl والـ Na أخذت الـ NO3. نيجي نطلع لها complete ionic equation، NaCl is ionic compound بتفكك لـ 2Na plus 2Cl minus. الـ FeNO3 نفس الشيء، الـ NO3 قلنا soluble دائما، Fe plus 2 و 2NO3 minus لأنه أنا عندي ثنتين من الـ NO3.
يطلع عندي NaNO3 نفس الشيء، دايما تتفكك ال NO3 2Na plus و 2NO3 minus. FeCl2 برضه is an ionic compound وال Cl قلنا soluble، والاستثناءات اللي تبعاتها اللي بتخليها هي soluble ما كانش من ضمنها ال Fe، فبرضه هذا ايش؟ بيتفكك ال Fe plus 2 و 2Cl minus. صفى اللي عندي صار هون انه ما تكون precipitate، ما تكون عندي راسب، ما في وحده من النواتج تعتبر ماده صلبه، كلهم soluble، فبرجع بكتب المعادله ال NaCl زائد FeNO3 by 2 وبحط no reaction. ليش؟ احنا نتخيل انه عندنا مثلا هون الانبوب الاختبار اللي انا حطيت فيه ال NaCl بده يتفكك طبعا في المحلول لايونات Na بلس وCl ماينس. ونفس الشيء لما احط ال FeNO3 بحط راح يتفكك ل Fe بلس 2 و NO3 ماينس. راح يصير عندي محلول مكون من هاي الايونات. بالعادة عشان يتكون precipitate مثلا بيرتبط الكاتيون من اول مركب بالانيون من المركب الثاني، وهذا بيرتبط بهذا، وبنشوف اذا في واحد فيهم بيعمل لي راسب بيعمل لي يعني solid substance تترسب في قاع انبوب الاختبار. هون اللي صار انه لما ارتبط ال Fe بال Cl طلع عندي مركب soluble ورجع تفكك مرة ثانية في انبوب الاختبار، ونفس الشيء ال Na لما ارتبطت بال NO3 مركب soluble رجع تفكك مرة ثانية بانبوب الاختبار، فصفى انبوب الاختبار مليان بالايونات اللي كل ما ترتبط بترجع تتفكك، فما صار عندي تكون ولا لاي راسب، وما صار عندي تفاعل، لساتهم على شكل ايونات متفككه، كل ما يرتبطوا ببعض لساتهم في المحلول المائي لساتهم بيتفككوا، فما صار عندي اي رياكشن، بقول انه there is no reaction. شوف مثال رقم 2 Al2SO4 by 3 زائد NaOH، طلع عندي ALOH by 3 زائد Na2SO4. أول شيء لازم أتأكد إذا المعادلة balanced ولا لا. هون عندي AL وحدة وهون ثنتين، معناها مبين إنها مش balanced، فلازم أول شيء أعمل balancing للإكويجن زي ما تعلمنا. بعد البالانسينج تطلع Al2SO4 by 3 زائد 6 NaOH 2 ALOH by 3 زائد 3 Na2SO4. الآن بدي أطبق الـ solubility rules. ALSO4 من الأشياء اللي بيتفككوا، الـ SO4 قلنا is soluble وهذا ionic compound، بيتفكك لـ 2Al plus 3 و 3SO4 minus 2. وقلنا بنقدر نعرف شحنة كل واحد من عدد الذرات المركب اللي معاه، يعني الـ SO4 إذا أنا ناسيها فأنا عندي Al2 بتذكرني إنه هي سالب 2، والـ Al أنا ناسيها مثلا بتطلع على الـ SO4 عندي 3 ذرات فهي موجب 3. NaOH قلنا OH من الأشياء اللي بتتفكك إذا كانت مع جروب 1 أو العناصر الكبيرة من جروب 2، فبتتفكك لستة Na بلس وستة OH ماينس. عندي 2AlOH3 قلنا الـ OH ما بتتفكك لما تكون مع عنصر من المجموعة الثالثة، أو هي بس مع المجموعة الأولى والكالسيوم والباريوم والسيزيوم، فالـ ALOH3 بتضل زي ما هي. ال Na2SO4 تتفكك ل 6Na بلس لأنه عندي 3 ب 2 فبتطلع 6Na بلس و 3SO4 ماينس 2. فلما أشيل الأيونات ال 3SO4 ماينس 2 وال 6Na بلس من الجهتين بتطلع عندي، طبعا هون بقسم عشان أطلع أبسط عدد ممكن، بقسم على 2 على 2 على 2 بيطلع عندي Al بلس 3 زائد 3OH ماينس بيطلع عندي AlOH3. ALOH3 حالته صلبة سوليد، بيترسب في قاع أنبوب الاختبار لأنه هو ما بتفكك على حسب السوليبيليتي رولز، فهو اللي بريسيبيتيت، إذا هذا بريسيبيتيشن رياكشن وبتكون عندي راسب. نيجي للنوع الثاني من التفاعلات اللي هي الأسيد بيس رياكشن، تفاعلات الحموض والقواعد. أول شيء نميز بس بين الحمض والقاعدة، بشكل عام معروف عن الحموض إنه طعمها حمضي وعن القواعد إنه طعمها مر. الطرق عندنا في المختبرات للتمييز بين الحموض والقواعد هي واحد باستخدام اللتمس اللي هي ورقة عباد الشمس، بالأسد الحمراء بتضل حمراء والزرقاء بتصير حمراء، البيسز الحمراء بتصير زرقاء والزرقاء بتضل زرقاء. نشوف الصورة زي هون، أنا بحط ورقة حمراء وورقة زرقاء في الأنبوب يعني عشان أشوف إذا إنه بيس أو أسد، بلاقي إنه الحمراء محل ما غطيتها في الأنبوب صارت زرقاء والزرقاء ظلت زرقاء، إذا هاي بيس. بالأسد
بحط واحدة حمراء وواحدة زرقاء، الحمراء ظلت حمراء والزرقاء صارت حمراء محل ما حطيتها في الأنبوب، فصارت فتأكدت هون إنها أسيد. بينما النيوترال المادة اللي هي لا هي أسيد ولا بيس ما بتغير إشي على ورقة عباد الشمس. الطريقة الثانية هي باستخدام مركب الفينولفثالين، إذا بحطه على الحمض بيشيل اللون تبعه كامل وبصير كلرلس بلا لون، أما إذا حطيته على القاعدة بيصير لونها زهري. شوف الصورة هون عندنا مع أسيد، الفينولفثالين مع أسيد، وهون مع بيس، مع البيس بيصير اللون تاعه بيربل ومع الأسيد إز كلرلس. نيجي على تعريف الحموض والقواعد اللي درستوهم من قبل. أول تعريف عندنا للحموض والقواعد هو تعريف أرهينيوس، واللي بيقول لي إنه الأسيد هي المادة اللي بتطلع لي H بلس لما أذوبها في المي أو لما أفككها في المي، بينتج عنها أيونات H بلس، زي مثلا HNO3 لما أفككها في ال H2O بيطلع عندي ال H بلس وال NO3 ماينس. البيس، تعريف أرهينيوس للبيس، هي المادة اللي بتطلع أيونات OH ماينس لما أفككها في المي، زي ال NaOH لما أفككها في المي بتطلع Na بلس OH ماينس. مفهوم بسيط يعني ولا يطبق على كل الحموض والقواعد، غالبا يطبق يعني على الحموض والقواعد القوية في أغلب الأحيان. المفهوم الثاني اللي هو خلينا نقول أعم شوي من مفهوم أرهينيوس هو مفهوم برونستيد ولوري. مفهومهم بيقول إنه الأسيد هي مولكيولز أو أيونز، سواء جزيئات أو أيونات، الفكرة إنها إيش؟ donate a proton to another species. دونيت أبروتون يعني بتعطي أيون H بلس، لأنه بنعرف ذرة الهيدروجين تتكون من بروتون واحد وإلكترون واحد، فال H بلس ما عندها إلكترونات بالمرة فهي بس بروتون، لما يقول لك بروتون هو بيعطي H بلس. بينما البيز يقول لك هي مولكيولز أور أيونز، برضو إيش؟ الأكسبت، هي اللي بتستقبل هذا ال H بلس اللي إجا من الحمض. فنيجي على التفاعل اللي عندنا هون، عندنا NH3 زائد H2O. اللي بيصير في التفاعل انه ال H2O بتعطي H بلس لل NH3 فبينتج عندي NH4 وشحنتها موجبة من الموجب اللي اخذتها، وال H2O بس تخسر شحنة موجبة بتصير شحنتها سالبة بتصير OH ماينس، فاللي نتج عندي هون OH ماينس، اذا المادة اللي عندي هاي هي بيس. نيجي هون عندك HNO3 زائد H2O، هاي المادة رح تعطي H بلس لل H2O فرح ينتج عندي NO3 ماينس زائد H3O بلس، فال H3O بلس رح يدلني على انه المادة اللي عندي هون هي الحمض. Strong and weak acids and bases، الحموض والقواعد القوية والضعيفة. مفهوم الحمض او القاعد القوي انه ايش؟ اللي بصير له ionization completely in water، بتفكك بشكل كامل في المي لأيونات موجبة وسالبة، واللي اعتبرناه في المحاضرة الماضية strong electrolyte، لأنه بتفكك كامل زي H2SO4 بتفكك ل 2H plus زائد SO4 minus 2 كامل، كل المركب هذا ما حطه في مي بيتحول ل H plus و SO4 minus 2 فبيكون strong electrolyte وموصل جيد يعني لل electrical current. ال weak acid and bases اللي بصير لها ايش؟ partially ionization in water، بتتفكك جزئيا في المي. NH3 مثلا زائد H2O بتطلع NH4 بلس زائد OH ماينس، وهي الأيونات لسه عندها القدرة إنها ترجع تتفاعل مع بعضها وتطلع لي ال NH3 زائد ال H2O، فالتفاعل بيكون منعكس، مش كل المحلول بيكون عبارة عن الأيونات الموجبة والسالبة، فهي اعتبرناها في الفيديو الماضي weak electrolytes. أو ضروري يعني نرجع للجدول صفحة 43 في الملخص ونحفظ جدول الحموض والقواعد القوية. Reactions of acid and bases، هلا تفاعلات الحموض والقواعد كان يعني خلينا نقول عنوان عام، بنقسم لعدة أنواع من التفاعلات. أول نوع من تفاعلات الحموض والقواعد هي الـ neutralization reaction. شو يعني neutralization reaction؟ إني أفاعل الحمض مع القاعدة وأنتج عنهم مادة جديدة اللي هي الملح. بلك reaction of an acid and base that result in an ionic compound اللي هو الملح، بينتج عنها ملح وإيش غالبا؟ water. تفاعلات النيوتراليزيشن أو تفاعلات التعادل للحموض والقواعد، هلا أنا مادة حمضية مادة قاعدية، لما بدي أفاعلهم بنتج عني مادة متعادلة اللي هي شو؟ اللي هي الملح، يعني هاي مادة متعادلة زي ما شفنا قبل في الصورة ما بتأثر لي على ورقة اللتمس، وغالبا بنتج كمان مي من التفاعل. بقول لك the most ionic compounds other than hydroxide and oxides are salt،
أغلب المركبات الأيونية اللي بتتكون من عناصر من المجموعة الأولى والثانية والثالثة مع عناصر المجموعة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أو البولي أتوميك أيونز، كلها أغلبها تعتبر سالتس أملاح، باستثناء إذا كانت هيدروكسايدز أو أوكسايدز، مثلا أقول LiOH هذا لا يعتبر أيونيك كومباوند. أو المركبات برضه اللي متفاعلة مع الأكسجين مثلا MgO هذا لا يعتبر أيونيك كومباوند. السالت consists of cations from base and anions from acid. الأملاح اللي بتتكون من عندي، مش قلنا الملح هو عبارة عن ionic compound، بتتكون من cation وأنيون. الكاتيون بيجي من البيز من القاعدة، والأنيون بيجي من الأسيد. زي ما حكينا بقول لك salt is ionic compound، غالبا soluble بيكون وما بيكون لي precipitate. الملح هي مادة أيونية، وقلنا المواد الأيونية أغلبها يعني اللي هي باستثناء طبعا الاستثناءات الموجودة في جدول السوليبيليتي رولز أغلبها سوليبل يعني وما بتكون لي بريسيبيتيت. نشوف أمثلة على تفاعلات التعادل. عندك 2 HCl زائد CaOH by 2 بيطلع عندي CaCl2 زائد 2H2O. HCl حمض وال CaOH معروفة قاعدة، راح ينتج عن تفاعلهم نفس الطريقة أول شيء اللي هي زي فكرة الاستبدال اللي صار في النيوتراليزيشن رياكشن قبل، فبصير عندي الـ CA مع الـ CL CA CL2 زائد اللي هي 2 H2O. لما أجي أعملها ionic equation complete ionic يعني الـ HCl بتتفكك طبعا في المحلول لـ H plus و CL minus لأنه هو حمض قوي، و CaOH by 2 برضه هي قاعدة قوية بتتفكك لـ CA plus 2 و2OH minus، والنواتج عندك CaCl2، Cl2 قلنا soluble والاستثناءات اللي معها ما كان من ضمنها الكالسيوم فبتتفكك Ca plus 2 زائد 2Cl minus، والH2O قلنا هي اللي ما بتتفكك لكن حالتها ايش؟ liquid it's not solid يعني ما بترسبش، ما بتكونش عندي precipitate، ما بتكون عندي راسب. فالنت ionic equation بتكون اللي هي H plus زائد OH minus بنتج عنها H2O، لكن انتبه انه liquid مش solid ما بنتج عنه precipitate. المثال الثاني بقول لك H2SO4 وهذا حمض بتفاعل عندي مع قاعدة بنتج عندي NH42SO4. لاحظ عندي نتج مركب واحد، احنا قلنا بالعادة بنتج ملح وممكن ينتج معه ماء، فهذا عندي الملح وما نتج ماء في هذا التفاعل. فنشوف الـ complete ionic equation H2SO4 حمض بتفكك لـ 2H+ SO4 minus 2 وال NH3 كقاعدة ضعيفة قلنا ما بتتفكك، القواعد الضعيفة weakly فبتضلها 2NH3 وبيطلع عندي NH4 by 2 SO4 اللي راح تتفكك. طبعا احنا ال SO4 قلنا دائما soluble باستثناءات معينة ما كانش من ضمنها ال NH4، وال NH4 حتى حكينا وين ما كان فهو soluble، فهي 2NH4 plus زائد SO4 minus 2. لما أشيل المتكرر عندي على الجهتين أو spectator ions يظل عندي إنه الـ H plus زائد NH3 بنتج عنها NH4 plus وهو AQ محلول بيكون أيونات، يعني هي فهي أيونات ذائبة في المحلول وليس على شكل ملح صلب، لأنه الملح هو مركب أيوني وبتفكك. فدائما في تفاعلات النيوتراليزيشن رياكشن هاي اللي بينتج عنها املاح غالبا الاملاح ايونيك كومباوندز وسوليبل، فمش راح ينتج عندي راسب ما راح تكون عندي بريسيبيتيت. فاللي شفنا هون اللي تكون عندي H2O واللي هو ليكويد، وهنا NH4 بلس على شكل ايونات ذائبه في المحلول. الان بس نضيف نقطه على موضوع الاسيدز اللي هي انواعها. في عندي نوعين من الحموض، في عندي مونوبروتيك اسيد وفي عندي بوليبروتيك اسيد. شو يعني؟ يعتمد على عدد ذرات الهيدروجين فيه. Monoprotic acid اللي هي has one acidic hydrogen، وحدد لي انه مش بس هيدروجين، acidic hydrogen يعني هيدروجينه بيقدر انه يمنحها لمادة ثانية في التفاعل، زي ال HBr. HBr بتفكك ل H plus و Br minus، وممكن ال H plus تروح تتفاعل مثلا مع مادة ثانية مثلا مع ال H2O وتطلع لي H3O plus. نفس الشيء ال HNO3. وهنا ال HCOOH برضه يعتبر مونوبروتيك اسيد ولو انه فيه ذرتين هيدروجين، لكن واحده فيهم اللي هي بتتفكك هاي اللي مرتبطه بالاكسجين
هاي بتتفكك عنه ل H بلس بصير عندي HCOO ماينس. الهيدروجين المرتبطة بذرة الكربون في الهيدروكربونات بشكل عام لا تعتبر حمضية وما ما بتنفكش عن الكربون أبدا، فدائما بطلع على المرتبط بالأكسجين في المركبات الهيدروكربونية اللي زي هيك. فهاي تعتبر مونوبروتيك، تتكون من ذرة هيدروجين حمضية واحدة، حمضية يعني قادرة إنها تتفكك عنها وتروح ترتبط بمادة ثانية اللي هي القاعدة. بولي بروتيك اللي فيها ثنتين أو أكثر من الأسيديك هيدروجين، هاي زي H2SO4 لما فككناها في التفاعلات اللي قبل كان ينتج عنها اللي هي 2H بلس، ثنتين هيدروجين حمضية. فأنا عندي ال H2SO4 بنسميه داي بروتيك أسيد، وداي يعني اثنين، داي بروتيك أسيد. H3PO4 برضه لما أفككها بتطلع عندي 3H بلس زائد اللي هي PO4 minus 3، فبرضه هنا عندي نتج ثلاثة هيدروجين، ثلاث هيدروجينات حمضية أو ثلاث بروتونات، فبسميها تراي بروتيك أسيد. فاللي بيصير إنه لما أفاعل هاي الأسيدز اللي هي البولي بروتيك with different amount of base you can obtain a series of salts. شو يعني؟ نشوف الأمثلة عشان تتوضح الفكرة. يعني نيجي على ال H3PO4، أنا لما أفاعلها مع القاعدة مع NaOH لكن وحدة، راح تيجي عندي إيش؟ هيدروجينة وحدة ترتبط بهذا المركب والـ Na تروح مكانها، فبصير عندي Na H2PO4 والـ H اللي انفكت عنها راح ترتبط بالـ OH ويطلع لي H2O. ليش؟ إحنا هنا راح يتفكك هذا المركب طبعاً لـ 3H بلس و PO4 ماينس 3، وهاي راح تتفكك لـ Na بلس و OH ماينس. الـ OH ماينس بتاخذ وحدة من الـ H بلس وبتتفاعل معها وبتطلع لي الـ H2O. بيظل باقي الأيونات في المركب بدها ترجع تتكون مع بعض، بتطلع لي الـ NaH2PO4. بينما إذا فاعلتها مع ثنتين من الـ NaOH راح يكون عندي 2Na بلس و 2OH ماينس لما يتفككوا في المحلول، فصار عندي ثنتين OH راح ياخذوا ثنتين من الهيدروجينات ويطلعوا لي جزيئين مي، وراح يظل عندي هيدروجينة واحدة ترجع على المركب تبعها، فصير عندي Na2HPO4. H3PO4 لما نفعلها مع ثلاثة NaOH راح الثلاثة OH اللي راح ينتجوا ياخذوا الثلاث هيدروجينات ويطلعوا لي ثلاث جزيئات مي و Na3PO4. فبيقول لك الأملاح زي ال NaH2PO4 وال Na2HPO4 بيقول لك half acidic hydrogen اللي هاي لما أحطه هذا المركب كامل في المي راح يتفكك عندي ل Na+ ومثلا هذا راح يعطيني 2H+ و PO4 minus 3، فبيكون عندي لسه 2 acidic hydrogen، وهنا عندي 1 acidic hydrogen قادر انها تتفاعل مع قاعدة مرة ثانية. يعني هذا المركب انا بقدر اني افعله مع قاعدة مرة ثانية، وهذا بقدر افعله مع قاعدة مرة ثانية. فهذا اللي هو نتج عندي هون عن تفاعل حمض مع قاعدة، مش قلنا بينتج ملح وماء، فهو يعتبر ملح وهو في نفس الوقت لساته حمض، فبسميهم الأسيد سالتس، حموض واملاح في نفس الوقت. هاي الحموض والاملاح في نفس الوقت تنتج عندي لما تتفاعل مين؟ البوليبروتيك اسيدز، البوليبروتيك اسيدز اللي هي الاسيدز اللي فيها اكثر من اسيديك هيدروجين، بيكون عندي الناتج ملح وهو في نفس الوقت حمض قادر انه يمنح لسه هيدروجين ايون، فبسميه الاسيد سالت. النوع الثاني من تفاعلات الحموض والقواعد هو الاسيد بيس رياكشن وذ غاز فورميشن، راح ينتج عندي غاز من التفاعل. فبيقول لك بشكل عام المركبات اللي فيها الـ SO3-2 والـ CO3-2 والـ S-2 tend to form gases when react with acid. إذا لما أفعل حمض مع أحد مركبات هاي الـ polyatomic ions راح ينتج عندي غالبا غازات، راح يكون في عندي من ضمن النواتج غازات. نشوف عندك هون Na2CO3، أنا عندي CO3 من ضمن المتفاعلات زائد 2HCl اللي هو الحمض، شو راح يصير عندي؟ راح يصير زي تفاعل الاستبدال اللي حكينا عنه، أو طريقة التفاعلات إنه يصير زي فكرة الاستبدال، فبصير عندي NaCl، الـ Na بتاخذ الـ Cl، وهي مضروبة في 2 وهي مضروبة في 2، فبصير عندي 2NaCl، زائد الـ H، الـ 2H عفواً، باخذوا أكسجينة من الـ CO3 وبيعطوني H2O، بيظل عندي
ال CO3 بس راحت منه أكسجين ال CO2، وبنعرف كلنا إنه ال CO2 هو الغاز ثاني أكسيد الكربون. مرات بيقول لك هذا الغاز بتفاعل مع المي وبيعطيني يعني مركب على شكل محلول، يعني هذا ال Na2CO3 زائد 2HCl يعطيني NaCl زائد H2CO3 مركب كامل، يعني بدل ما ينفصلوا ال H2O لحال وال CO2 لحال بيعطيني مركب كامل اللي هو ال H2CO3. فهو بنعتبره ايش؟ Exchange Reaction، لأنه تبدل زي ما حكينا ال Cl مع ال CO3، فهو برضه بيشبه تفاعلات يعني الاستبدال. لما أجي أكتب له ال Ionic Equation بيطلع عندي 2Na plus و CO3 minus 2 زائد ال HCl برضه بتتفكك ل 2H plus و 2Cl minus 2، ال NaCl بتفكك طبعا ل 2Na plus و 2Cl minus، وال H2CO3 بتفكك للمركبين اللي هون اللي هم ال H2O وال CO2 واللي هم ما بيقدروا يتفككوا أكثر من هيك. فال Net Ionic Equation بتكون عبارة عن CO3 minus 2 زائد 2H plus بيعطوني H2O وال CO2. فلو بدنا نكتب المعادلة بصيغة طويلة للنت اينك ايكويشن، بحط انه مثلا CO3 تفاعلت مع 2H بلس، ونفترض جدلا بس انه ال H بلس هي H3O بلس، الثنتين يعني بيعبروا لي عن حمض فمش رح يعني يفرق معي، لكن بدنا نوصل لنقطة من هاي الشغلة، بينتج عندي المركب الكامل اللي هو H2CO3 زائد ال 2H2O، وبعدين بتتفكك ل 3H2O زائد CO2 اللي هي أكسجيني هون بتروح مع الهيدروجينتين وبتعمل لي H2O إضافية لهذول الثنتين، فبصيروا عندي ثلاث، وال CO3 بضل منها CO2. هذا التفاعلات قلنا بتعتبر برضو acid base reaction. ليش؟ لأنه صار عندي هون انتقال للبروتون، يعني لما تفاعل ال H3O plus مع CO3 minus 2 وطلع لي H2CO3، فهو استلم منها ذرتين هيدروجين، فصار عندي H2CO3. فهي تعتبر برضو من تفاعلات الحموض والقواعد. هذا التفاعل موجود يعني في أجسامنا، إحنا في أجسام الإنسان أو في أجسام الكائنات الحية، وبيكون مسؤول عن عمليات التوازن الحمض القاعدي في دم الإنسان. راح تدرسوا عنه أكثر في مواد البيوكيمستري لقدام. نشوف أمثلة على تفاعلات الغاز فورميشن. مثال ثاني اللي هو ZnS زائد 2HCl بيطلع عندي ZnCl2 زائد H2S، بس مجرد تبديل بين المواد، ال H ال 2H أخذوا ال S فطلع عندي H2S، وال Zn أخذ ال Cl فطلع عندي ZnCl2. لما أكتب لها Complete Ionic Equation، ZnS أساسا عاطيني في السؤال إنه هو solid فهو مش راح يتفكك، وبرضه لما أطبق Solubility Rules مش راح يتفكك، ال 2H plus زائد 2Cl minus ال HCl أكيد حمض قوي بتفكك، ZnCl2 بتفكك ل Zn plus 2 زائد 2Cl minus، لأنه قلنا Cl بتفكك وين ما كانت باستثناءات مش من ضمنها ال Zn، وال H2S ما بتتفكك. وطبعا ال H2S هو غاز، فاللي نتج عن هذا التفاعل هو ZnS solid زائد 2H plus طلع عندي Zn plus 2 زائد H2S اللي هو الغاز. فهنا بيورجيك في التفاعلات انه في يعني بعض المركبات اذا كانت موجوده زي ال SO3 زي ما حكينا CO3 وال S minus 2، هذول غالبا راح يكون في عندي من ضمن النواتج غازات، اللي هي CO3 راح تعطيني CO2 وال S راح يعطيني H2S. وهون بنكون انهينا الفيديو تبعنا، بس بدي اكد على شغله اخيره انه ما نعجك حالنا ب كل العجقة اللي صارت هون على فكرة ال H2CO3 وكيف طلعت لي H2O وكيف طلعتها. أنا نحاول بس ناخذ الفكرة العامة من الموضوع إنه التفاعلات اللي بيكون فيه من ضمن المتفاعلات CO3 بينتج عنها غازات من ضمن النواتج اللي هو CO2 بس، لأنه أكثر من هيك راح تتوسعوا فيه لقدام في مواد البيوكيمستري. يعطيكم العافية.